مرحب فيكم مشاهدينا عن جديد، وهلأ بدنا نرحب بضيفنا الأستاذ أيهم العتوم، باحث في دكتوراه في حقل التربية الإعلامية، لنتحدث عن التربية الإعلامية، مفهومها وأهميتها، وكيف ممكن نطبقها في حياتنا. يسعد صباحك سيد أيهم. صباح الخير، وبشكرك على هالاستضافة الجميلة. شرفتنا بالعكس، واجبنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية خلينا نعرف شو مفهوم التربية الإعلامية. هلا مفهوم التربية الإعلامية هو بكون هو شكل من أشكال التعامل مع مصادر المعلومات من خلال التعامل بالدرجة الأولى مع وسائل الإعلام بطريقة فاعلة وبطريقة تقوم على التفكير التحليلي والتفكير النقدي بالدرجة الأولى، من أجل يعني تنشئة اجتماعية جيدة تنتج مواطن فعال قادر على التمييز ما بين الخبر الصحيح أو الخبر غير صحيح، يعني هذا بالتعريف العام للتربية الإعلامية. جميل. طب لو بدنا نقول لماذا التربية الإعلامية؟ يعني صراحة هذا هو السؤال الأهم خلال الفترة اللي احنا فيها والفترة القادمة، لأنه اليوم التربية الإعلامية أصبحت هي من العناصر الرئيسية والعناصر المهمة بالعملية التعليمية ككل، تمام، سواء كانت للطلبة، لطلاب الجامعات، للإعلاميين، للجميع. فاليوم التربية الإعلامية تعتبر هي على وجه عالم الأهمية، لأنها تعتبر هي أحد أدوات التمكين والحماية للمجتمع. نعم. بالدرجة الأولى. وثاني إشي والأهم أنه اليوم الأدوار المعرفية تغيرت عن السابق، يعني إحنا سابقا كانت أكثر المعرفة ممكن نأخذها من الجامعة أو صحيح. من المدرسة فقط لا غير، بس اليوم في ظل التطور التكنولوجي الموجود أنت ابنك أو أخوك الصغير قادر على أخذ المعرفة من تيك توك أو من فيسبوك أو من تويتر. صحيح. فهون احنا يعني بقودنا التطور التكنولوجي لفكره انه فعليا التطور التكنولوجي هو غير الدور المعرفي او الدور التعليمي. صحيح. للجهات التقليديه. فاحنا بهاي الحاله بحاجه ان نوعي اكثر الجيل الحالي، يعني انه كيف هو يتعامل مع المعلومه، هل انه نشر هاي المعلومه فعليا بيخدم بفيد في إضافة. صحيح. للمجتمع، أو أنه ممكن يسبب نوع من القلق أو يسبب نوع من المصائب أحيانا. طبعا مش أحيانا، بالغالب مصائب. صحيح. تمام. يعني تتمحور هي نحو هذا الموضوع تماما، مسألة لماذا التربية الإعلامية. جميل جميل جدا. طب سيد خالد خلينا نحكي شوي عن الأطفال. سيد أيهم، خلينا نحكي شوي عن الأطفال، شو علاقتهم بالتربية الإعلامية وشو دور الأهل؟ يعني بنشوف إحنا الأهالي هلأ بهاي الفترة ما عم بقدروا حتى يسيطروا على أطفالهم بالسوشال ميديا أو حتى بالألعاب. صحيح. الإلكترونية، فالإعلام هلأ بيأثر جدا على هدول الأطفال، فاحكي لنا شوي عن التربية الإعلامية وعلاقتها بهدول. طبعا اليوم التربية الإعلامية مثل ما حكينا هي مهمة جدا للجميع، ولكن الأطفال على وجه الخصوص، لأنه اليوم أصلا الطفل أوريدي هو مشتبك بالتطور التكنولوجي من خلال. صحيح. الجيمز، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء بخليه يعني أنا بسميه التعرض القصري للمعلومات. يعني اليوم الواحد ما بيقدر يتحكم انه انا شو بدي اشوف على الفيسبوك. نعم. او ايش بدي اشوف على تويتر، انت راح تشوفي اشياء قصريه راح تطلع امامك. فاليوم يعني الاطفال بحاجه اول شيء لرقابه صديقه من الامهات والاباء بدرجه رئيسيه جدا، وايضا بحاجه لاهتمام من المعلمين، لانه انت بتحكي عن منظومه تعليميه متكامله، يعني حتى نفس المعلم لازم يكون يمتلك مهارات التربيه الاعلاميه حتى انه يقدر يوعي الطفل على وجه الخصوص بالموضوع الى جانب الام والاب، لانه اصلا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يتعرض لتنمر، ممكن يتعرض لخطاب كراهية، أو ممكن هو يمارس خطاب كراهية. صح. فإحنا اليوم يعني المسألة تبعت الأطفال هي تتمحور نحو فكرة الأمن الفكري والأمن النفسي للمجتمع ككل، لأنه إذا الطفل طلع صالح وتم تشكيله بطريقة تتناسب مع قيم التربية الإعلامية، الطفل أكيد بيطلع فاعل متفاعل، بيطلع طفل إيجابي، طفل نموذجي قادر على التمييز. رائع. طب نرجع بس على موضوع الإعلام وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي فعليا الإعلام الحديث. كيف ممكن نربط ما بين التربية الإعلامية ووسائل الإعلام اللي حاليا موجودة؟ طبعا هذا السؤال كثير مهم، بشكرك عليه. يعني اليوم يعني المطلوب منهم بالدرجة الأولى
انهم يمتلكوا يعني مهارات او استراتيجية التربية الاعلامية هي وسائل الاعلام. جميل. لان اليوم كل وسائل الاعلام بالوضع الطبيعي هي عندها وسائل اعلام حديثة. فاليوم ما في تلفزيون بدون فيسبوك وبدون تويتر وبدون انستغرام. فاليوم ممكن يعني تعتبر وسائل الاعلام التقليدية ان صح التعبير يعني هي احد الاذرع الرئيسية للتوعية. نعم. برفع الوعي حول اهمية التربية الاعلامية وتحديدا فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار الزائفة. ويعني ممكن جلالة سيدنا وسيدي حسين بالعديد من اللقاءات. نعم. الإعلامية كانوا يتحدثوا عن هذا الموضوع تماما اللي هو عن موضوع الأخبار المغرضة وموضوع الإشاعات وكل هذا الشيء نهاية ما بتقود وسائل الإعلام ولكن قادر على التوعية منه لأنه أنت بالنهاية ما عندك قدرة على إيقاف الإشاعة ولكن أنت عندك قدرة على تحصين المجتمع من ما أنه هو ما يتعاطى مع الإشاعة أو ينقلها. صحيح. قديه هو بيأثر حتى أوقات يعني على زي وقت الكورونا مثلا الإشاعة أو معلومة صغيرة ممكن هي تنطرح على الإعلام بشكل عام قديش بتأثر حتى هي على سلامة المجتمع على الأمن والاستقرار بالبلد؟ شو رأيك أنت قديش تأثيرها هي على المجتمع بشكل عام؟ طبعا يعني هون في نقطة كثير مهمة أنا كتبت عنها ورقة بحثية قيد النشر على مصطلح اسم الوباء المعلوماتي. جميل. يعني مثل ما انه في كورونا بالعالم كل ما حد انه مثلا عطس او عمل شيء معين بتنتقل العدوى ايضا المعلومات هي وباء. صحيح. وتحديدا انت بتحكي عن معلومه يعني المعلومه هي لسه انا ما فلترتها هل انه هي صحيحه هل انه غير صحيحه. فاليوم الوباء المعلومات الموجود هو يحتاج فعليا لجرعة كبيرة جدا من الوعي من وسائل الإعلام وكل جهات المجتمع من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي لأنه مثلا لو بدنا نأخذ كورونا كمثال يعني كورونا بصراحة كثير من الأخبار الزائفة من طراز العلاج ببول البقر وبأكل العصافير يعني هاي تعتبر صحيح. من الأوبئة المعلوماتية وفي ناس فعليا على درجة منخفضة من التعليم أو من الثقافة فهو راح ينقاد خلف هاي المعلومة. صحيح. فبوقت الأوبئة فعليا تحديدا خطورة الخبر أنه بيأثر على نفسية وعلى عقلية وعلى تفكير الناس حتى ممكن يخلوهم أنهم يمارسوا سلوكيات أو يعملوا أشياء هي مش صحيحة ولكن هو شاف على السوشيال ميديا انه علاج كورونا مثلا الخبازة بس هو فعليا دول كبرى مش عم تلاقي علاج بهذيك الفترة. جميل. يعني دائما كما يقال التعويل على وعي المواطن لازم يكون بدوركم ودورنا كإعلام بانه نعزز ونزيد هذا الوعي. استخدمت مصطلحين لفتوا انتباهي بعد جابوني جميلات الرقابة الصديقة والوباء المعلوماتي. بالرقابة الصديقة اليوم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات التي تنخر في قيمنا المجتمعية قاعد كتير بتخلي الأهل يواجهوا صعوبة عالية بالسيطرة على أطفالهم والرقابة عليهم. كيف ممكن تكون هاي الرقابة الصديقة مع الأهالي؟ طبعا يعني شوف أنا بدي أحكي لك موضوع عن الرقابة الصديقة لأنه لو بدنا نرجع لخمسين سنة لورا كان في شخص بالعالم اسمه حارس البوابة. نعم. حارس البوابة هو الشخص الذي يقوم بفلترة المعلومة بالصحف والتلفزيونات والإذاعات وواوا إلى آخره. فاليوم أنت فعليا حارس البوابة يفقد الدور الوظيفي والدور التقليدي لإله لأنه عندك بالأردن ما بعرف الرقم الدقيق ولكن بالفيسبوك لحاله يجوز فيه 6 مليون حساب. فأنت اليوم بداية كمواطن إذا بدك تحكي كمواطن من الصعوبة بمكان أي جهاز حكومي بالعالم يسيطر على المحتوى والمعلومات الموجود لدى رواد شبكات التواصل الاجتماعي لأنك بتحكي بالأردن إذا فيسبوك لحاله 6-7 مليون وعد لبقية التطبيقات يعني مش عارف كم موظف بدنا بجوز 24 مليون موظف حتى صح. تقدر وما حتقدر تتابع. تمام. فإحنا اليوم الرقابة الصديقة أنه تكون في عندك رقابة من الأشخاص اللي حواليك بطريقة توعوية وأيضا رقابة ذاتية. جميل. الرقابة الذاتية والرقابة الصديقة هي تنتج عن مدى معرفتك بأهمية نشر المعلومة الصحيحة بالدرجة الأولى. فاليوم إحنا عنا كأطفال أو كمجتمع ما بعتقد أنه حتى الأم أو حتى الأب أنت راح تقعد مع ابنك 5 ساعات وتطلع الشغل ابنك راح يكون ماسك الآيباد أو ماسك التلفون وعم بيلعب لحاله وبيشتغل لحاله. فمسألة زرع الوعي ببعض النقاط المهمة جدا بمسألة التربية الإعلامية بتعطيك نتيجة إيجابية على المدى المتوسط لأنه أنت بالنهاية هي عبارة عن تمرين. نعم. أنه أنا بدي أنبه ابني أنه أو الطفل بدي أنبه الطفل إيش الأشياء الصح وإيش الأشياء الخطأ بناء عليها خلص أنه هو لحاله بصير عنده وعي وبنقل هذا الوعي للآخرين من أقرانه. جميل. طب وهل يكفي أن نوجه إحنا الأطفال ولا لازم كمان نقوم بمراقبتهم؟
يعني أنا من وجهة نظري يعني بحاجة للتوجيه وبحاجة لمراقبة، وأنا يعني وجهة نظري أنه بالذات موضوع الأطفال هو موضوع مشترك، يعني هو موضوع مش الأهل لحالهم، لأنه أنت عندك الأهل وعندك المدرسة طرف أساسي بالمجتمع بتأثر. صح بالضبط. فالآن يعني لازم يكون في زي نوع من الشراكة، وهي هي تعتبر أحد يعني يعني أهداف التربية الإعلامية، هي التمكين وبناء القدرات. أنه أنا ما بدي أحكي لهذا الشخص أنه ما تعمل هيك، بدي أوجه هذا الشخص بطريقة معينة وأبني قدراته للتعامل مع مصادر المعلومات، وهو يقرر أنه أنا ما بدي هذا الشيء، وهو يقرر. تمام. فاليوم ممكن اللبن الأساسي للأطفال هم المدرسين والمدارس، وحاليا في بالأردن يعني المشروع كثير كبير للتربية الإعلامية بتقوم في وزارة الثقافة ووزارة التربية ومعهد إعلام الأردني مشكورين على مسألة تدريب المعلمين والهيئات التدريسية بالجامعات على هذا الموضوع، كيف بدهم ينقلوا هاي المعرفة أو هاي الأفكار لطلابهم سواء كانوا طلاب جامعات أو طلاب مدارس. حلو. رائع. بس هيك من باب الشيء بالشيء يذكر، لا ما بعرف إذا بتوافقني، في توجه أو وجهة نظر عند الكثير من الناس اليوم وأنا بشوفها جدا مؤسفة، اللي هو أنه من ننتقدهم ونخشى على أطفالنا منهم، واللي بنشوفه مع مواقع التواصل الاجتماعي للأسف إن كان محتواهم محتوى راقص، محتوى لبس مبتذل، منلاقيهم على بعض القنوات الإعلامية كأنه منقول إنه هدول هم رموز المجتمع. قديش هذا اليوم يتعاكس مع ما تقوم فيه من تربية إعلامية؟ اليوم أنت بتيجي بتقول إنه الإعلام بالصورة الحقيقية كيف لازم نستخدمه، كيف لازم نقدم محتوى لطيف ومفيد، بتلاقي إنه أحد هدول الأشخاص اللي بيعاكس هاي الصورة موجود على أحد القنوات الإعلامية وصار إعلامي قد يقال عنه. إشي أنا بالنسبة لي واقع بصراحة مؤسف من هذا الواجب. المحتوى فعليا غير المتزن، وهي كلمة تقال بتوقع عند كل الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحتوى آسف على هذه العبارة التافه يتم تقديره للأسف. صحيح. وبالتالي قديش قاعدين منصعب أيضا على الأهل دورهم في إنه يقنع ابنه إنه ما تكون زي هيك. صحيح. لأنه الابن حيشوف إنه يا عمي هذا الزلمة من شهر مثلا طلع على التلفزيون بعدين عملوا إعلامي. صحيح. رائع للأسف. طيب بدنا نلخص معك إذا بتسمح لنا أهداف التربية الإعلامية. فضلت إنها من أحد أهدافها التمكين. طبعاً هلا من أهداف التربية الإعلامية أول شيء هي مهارة التعامل مع المعلومات بالدرجة الأولى، وأيضاً تعزيز القدرات، يعني تعزيز القدرات فيما يتعلق بكل أفراد المجتمع سواء كانوا أطفال أو طلاب مدارس أو أو أو، وأيضاً تجذير مهارة التفكير النقدي والتفكير التحليلي. جميل. تعتبر هاي من أحد الأهداف المهمة جدا، إنه أنا يكون عندي تحليل للمعلومة وتفكير، يعني مو شرط أن أكون طفل، ممكن أكون مذيع أو ممكن أكون صحفي. فمسألة التحليل يعني أكيد أنتم عارفين إنه هي رئيسية بفلترة المعلومة. وأيضا من أحد أهداف التربية الإعلامية هي تعزيز حرية التعبير بما يتناسب مع التربية الإعلامية، وهذا يعتبر شيء مهم جدا أيضا. صحيح. التربية الإعلامية إنه يعني بتشجعك على مسألة التعبير ولكن بما يتناسب مع المفهوم بأخلاقيات التعبير. بأخلاقيات. صحيح. التعبير بحدود معينة. بحدود معينة، وأيضا اللي هي الممارسات اللي بتحث عليها التربية الإعلامية، من التأكد من صحة الخبر، التأكد من المصادر، التعامل مع المعلومات، والعديد من الأمور. سيد أيهم تفضل. لا حكيت رائع. تفضل. سيد أيهم، إحنا عارفين طبعا الأم هي العمود الأساسي مش بس بالأسرة، بالمجتمع كامل. طبعاً. بدنا منك كنصيحة أخيرة لكل الأمهات اللي عم بتابعونا حالياً. يعني أنا ممكن أنصح الأمهات إنه أول شيء لازم يبني جسور الثقة مع أطفالهم، وتحديداً في العصر التكنولوجي اللي إحنا عايشين فيه، إنه كلنا اليوم أصبحنا مخترقين من الفيسبوك وتويتر وإلى آخره. تمام. وتشتغل على توعية أبنائها بطريقة مثل ما حكينا قبل قليل بموضوع الرقابة الصديقة، موضوع التوعية وطرح الأمثلة بطريقة إيجابية وبطريقة جيدة، وإنها تنبهوا إنه مثلا مثل ما تفضل صديقنا قبل شوي إنه في بعض المحتويات التي لا تليق بالأطفال. صحيح. تمام. صحيح. أوكي، الطفل إذا ما حد وعاه رح يقول أوف إنه هذا إشي بالنسبة لي هو المثل الأعلى. صحيح. تمام. فهي لازم تكون بتشتغل على موضوع التوعية معاه بطريقة رئيسية، وأيضا تطلع شوي على مسألة التربية الإعلامية وكيف أنه بتقدر تتعامل مع الأمور على أساس أنها هي تحاول تشكل ابنها بموضوع التربية الإعلامية وتحميه من مسألة الأمية الرقمية. حلو جميل. بتعرف لفتت انتباهي للشغلة هلأ، بحس أنه دور كل أم حالياً
إنها هي تثقف حالها وتعرف حتى مواقع التواصل الاجتماعي كيف الواحد بيشتغل عليها، ما تكون بعيدة مثلا عن الفيسبوك عن الانستغرام، لأنه هي دورها تراقب. فهي إذا كانت بعيدة عن هاي الأشياء وما بتعرف تستخدمهم، فرح يكون فيه فجوة بينها وبين أطفالها. فهي دورها تثقف حالها وتتعلم عليهم حتى هي تعرف تعكس التربية الإعلامية على أطفالها، لأنه بسهولة حيقدر ابنها يعاكسها وهي ما تعرف. يعني صحيح. ممكن يعمل صحيح. شيء من وراء ظهرها ويضحك ما عليها تعرف. ما تعرف. ختمنا بنصيحة، بدي بس كمان لأهمية الموضوع بعجالة إذا بتسمح نختم بموضوع الشائعات وقديش ممكن تعمل مصائب في مجرد أنك تعمل شير لفيديو، قديش ممكن فعليا يزعزع قد يصل أمن المجتمع ببلد. تفضل. يعني أنا من خبرة العملية والأكاديمية بالموضوع، يعني تعتبر الإشاعات من أخطر الأسلحة التدميرية بأي مجتمع، لأنه الإشاعة هي لا تؤثر فقط على الأمن الفكري والنفسي، تؤثر على الأمن الاقتصادي وتؤثر على الأمن السياسي والأمن المجتمعي على كل مجالات المجتمع. صحيح. فاليوم يعني إحنا بندعو الجميع وبنتمنى من الجميع أنه فعلياً ما يتم تداول الإشاعة وما يتم تداول أي معلومة إلا قبل التأكد من مصادرها الرسمية. يعني إذا أنا الـ A1 TV إنه طلع خبر معين، لازم أنا أتأكد من نفس صحيح. الشخص المعني بالموضوع طبعاً. مش إنه أنا والله سمعت أو إني أنا كذا، لأنه بالغالب هي الإشاعة اللي بنشروها هم ناس يجهلوا مسألة التعامل مع المعلومة، وبالنسبة له بقول لك عادي أنا بنشرها ما عندي مشكلة، ولكن ما بيدرك خطورة نشر الإشاعة على المجتمع. 100% صحيح. نشكرك لحضورك يا سيدي، أثريتنا بمعلوماتك. صحيح. تسلم ما شاء الله عليك، ونتمنى لك كمان التوفيق بشهادة الدكتوراه قريبا. تسلم يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا.